بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو غنحاول نطرق الموضوع كيهم بزاف ديال الناس، بزاف بزاف، ألا وهو موضوع التأشيرة أو الفيزا إلى دول أوروبا الغربية. كثير من الناس كيبغيو يمشيو للدول الغربية، إما للدراسة، إما للعلاج، إما للسياحة، إما لزيارة الأهل، إما أغراض تختلف، إما للشغل، إما ولكن بعض البلدان صعبتها كأنها ردتها، كأنك داخل إلى الجنة، استغفر الله العظيم، كأنك ماشي إلى الجنة. والناس يعني كيفكروا كيفاش الحل، هل فيه من حل؟ وخاصة شفتوا شنو حصل من وشنو صدر من فرنسا، كيفاش صعبتها الفيزا، على رغم أنها سهلتها دابا شوية على المغاربة وعلى الجزائريين، على التونسيين صعبتها إلى أقصى شيء، كأنك ما عرفت شنو كتطلب لهم. الإخوة، بغيت من هذا الفيديو هذا نوضح لكم الطرق، من أسهل الطرق التي تعوض لك عاد الفيزا هذا، وكيفاش تسهل عليك الدخول إلى دول أوروبا الغربية، يعني بطريقة قانونية 100%، ما فيها لا تحرق ولا تمشي ولا تدير تخبع ولا تمشي في الروضه الكاميو ولا ما عرفت كيفاش، ما فيش هاد الشيء هذا، طريقة قانونية وتمشي معزز مكرم. نحاول نوضح لكم هاد الشيء هذا، بقاو معايا شوية بشوية. غنجيب لكم بالترتيب 5 ديال الدول بالترتيب ديالها الأسهل فالأسهل، وانتم سيروا وقلبوا راسكم وشوفوا غتوصلوا للنتيجة اللي غنجيبها لكم، وإن شاء الله ربي يسهل على كل واحد. نبدأ لكم دابا الإخوة الكرام بأول دولة من دول الشنغن. الشنغن دول في الاتحاد الأوروبي، يعني EEC، دول الاتحاد الأوروبي، هي دول متفقة بيناتها كتعاون بيناتها، من هاد الدول اللي معروفة عندنا، اسبانيا وفرنسا وطاليان والبرتغال والألمان وهولندا وبلجيكا، وزيد وزيد وزيد، وفيها دول اللي انضمت مؤخرا للاتحاد الأوروبي، حتى هي دول داخلة فيزا شنغن. فيزا شنغن هذه هي واحد الفيزا اللي إلا خديتيها من دولة واحدة تقدر تدخل الدول الأخرى كامل، اللي كتحمل وقيلة 26، حوالي 26 دولة، 26 دولة تقدر تدخل لهم كاملين فيزا واحدة ديال واحد من الدولة. مثلا خديتي فيزا ديال فرنسا شنغن، تمشي بها لألمانيا بلا حتى واحد ما يهضر معاك، ولا تمشي بها لبولونيا، ولا تمشي بها لطاليان، وهكذا. ولا خديتي مثلا فيزا ديال بولونيا، تمشي بها لاسبانيا، وتمشي بها للبرتغال، وتمشي بها وهكذا. وما ننساوش الاخوه الكرام، المملكه المتحده يعني بريطانيا ما دخلاش في هذه الفيزا، هذه ما دخلاش فيها، ولو حتى ملي كانت في الاتحاد الاوروبي، حتى ملي كانت المملكه المتحده بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، ما كناش داخلين في، انا كنهضر من لندن دابا، ما كناش داخلين في هذه الفيزا هذه. الاخوه الكرام، نبدا لكم بهذه الدوله الاولى من هذه 5 الدول اللي غنعطيكم، وانتم سيروا قلبوا غتلقاو الدوله الاولى الا عمركم سمعتوا بها، هي دوله استقلت من الاتحاد السوفيتي سابقا ورجعت للاتحاد الاوروبي، هي استونيا. استونيا على اي داخله باي معيار معايير في دول شنغن اللي هي 26 دولة. هاد استونيا الناس بزاف غافلين عليها، على السياحة فيها وعلى هادي، إلا بغيتي دير السياحة فيها ولا إلا بغيتي ديها كدولة عبور إلى دولة أخرى، عليه من حقك تخطل بالدولة هاد الدولة هادي وسير دور فيها وتسارى ودير اللي عجبك، وبغيتي تدخل دولة أخرى شنغن امشي، مثلا امشي، ما كاين حتى شي مانع قانونيا. استونيا من الدول اللي كتسهل بزاف الفيزا ديال شنغن، الى درجة استونيا كتعطي 98% من الطلبات اللي جاوها، 98% كيتم اعطاء الفيزا لهم، 98.6%، الى درجة يعني عالية جدا جدا. الى كملتي الملف اللي عطاوك، جيب هذه وجيب هذه وجيب، الناس اللي عطاوهم الفيزا في استونيا، الفيزا شنغن، هذا في التقرير هذا كيقول بان 98% واكثر، بل اكثر من 98.6% هي كتعطى لهم فيزا، و 2% هما اللي كترفض لهم تقريبا، ولا قل من 2% شويه. باش نبسطوها اكثر، 100 الناس، كل 100 الناس طلبوا الفيزا شنغن لاستونيا اللي كتوقع في هذه البلاد، هذه هي استونيا، تعطات 98 منهم، تعطات لهم فيزا،
وجوج في المية جوج منهم ما عطاوهمش الفيزا. يعني إلا كنت ما عندكش صدرت على الدرجة تكون داك جوج في المية ما عرفت. المهم 8 هذه استونيا، بقاو صبروا معايا يعني ما تفرحوش بزاف. نمشيو لدولة أخرى عاود أحسن من استونيا، سميتها لاتفيا. عمركم سمعتوا بلاتفيا؟ هاد لاتفيا هي من الدول اللي استقلت من الاتحاد السوفيتي ورجعت في دول شنغن حتى هي. لاتفيا هي من الدول اللي كتعطي الفيزا بواحد الدرجة عالية تقريبا بحالها بحال استونيا اللي قلت لكم، الى درجة يعني الى كتوصل حتى 98% حتى 97.91%. نسبة الرفض فيها قليل جدا جدا جدا. باش تعرفوا هذا لاتفيا هذه ها هي هنا في الخريطة الشمال الشرقي لأوروبا، الشمال شرقي أوروبا محادية مع روسيا، دابا ملاصقة مع روسيا. هذه هي لاتفيا. لاتفيا دولة صغيرة انفصلت من الاتحاد السوفيتي وحتى هي من دول شنغن اللي كتعطي. بقاو معايا، هذه عطيتكم جوج الدول. نمشيو نشوفوا الدولة الثالثة اللي تقدر حتى هي تعطيك فيزا بسهولة، فيزا شنغن كنهضر عليها اللي تقدر تدخلك 26 دولة. الدولة الثالثة يا خوتي هي معروفة بزاف بزاف عند كل الناس، هي من دول سكندنافيا اللي هي فنلندا. سمعتوا فنلندا اللي مع السويد والنرويج والفوق كاع، فنلندا كتبقى هنا حتى هي دول سكندنافيا من الدول اللي عطات اللي تطلب لها كاع التاشيره اكثر من الدول الاخرين كاع اللي كيطلبوا لها الناس بزاف التاشيره ديال شنغن. والنسبه عاليه جدا جدا اللي كتعطيها الدوله هذه الفيزات، الى درجه ان الرفض فيها كيوصل لواحد فاصلة تسعود فقط، ما كاملش 2% الرفض ديال الفيزا في فنلندا، وهي اللي كتطلب لها يعني الاحصائيات كتقول اغلبيه الدول اللي الناس كيطلبوا لها فيزا شنغن ممكن يعاقبوا بها منك تعطي بسهوله هي فنلندا، اللي مثلا في عام 2019 طلبت لها حوالي 1 مليون طلب ديال فيزا شنغن وعطاو تقريبا 1 مليون، يعني تقريبا 900,000 وزياده تعطت لها الفيزا. دولة يعني كتعطي بنسبة عالية جدا في فنلندا، وهي دولة لا يستهان بها سياحيا، فيها ما يتشاف. يعني إذا ما بغيتيش تمشي لدول أخرى كفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبولونيا وهذه وبلجيكا، بقى تما إلا بغيتي تدور تما وتسارى ولا دير اللي عجبك. المهم هذه دولة كتعطي حتى هي فيزا بسهولة. قلنا دابا ثلاثة دول، نزيدوكم بقاو معايا، راه كاين دول أخرين حتى هما مزيانين بزاف، يعني غتتفاجئوا كيفاش. يلا في عاود دولة أخرى سميتها إلا سمعتوا بها ليتوانيا، يعني ليتوانيا بالإنجليزية ليتوانيا. هاد ليتوانيا هي حتى هي دولة استقلت من الاتحاد السوفيتي، كتوقع في شمال شرق أوروبا، هي هنا في الخريطة ليتوانيا، دولة صغيرة حتى هي من الدول، دولة سياحية كبيرة حتى هي، اللي كتعطي الفيزا فضاء إلى درجة قبول فيزا شنغن اللي كنعبر عليها 98.7%، 98.7%. هذا الاحصائيات ديال 2018 كنهضر عليها، هذه ديال ليتوانيا. يعني الاعطاء ديال الفيزا عالي جدا 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 الى كانت 98.7%. اذا الرفض شحال يا اخوتي؟ انتم عارفين تحسبوا الماتس الرياضيات هي 1.3، الرفض كيكون 1.3%، يعني كل 100 الناس واحد وشويه تقريبا، واحد كل 300 الناس كيترفضوا جوج د الناس تقريبا ولا اقل. يعني نسبه عاليه جدا جدا، تقريبا كلشي كيعطيوها الفيزا. الفيزا غير تضبط راسك وتضبط الاوراق اللي طالبينها وغيعطيوك الفيزا ان شاء الله بكل سهوله. مثلا الاوراق اللي كتطلب في الفيزا ديال ليتوانيا هي تعمر واحد الفورم ديال شنغن، فيزا شنغن كلهم كيعمروهم في اي دوله طلبتيها، ويكون عندك باسبور صالح، وتعطيهم البصمات ديالك، وتعطيهم جوج صور شمسيه، وتعمل انشورنس لاسورنس ديال الصحه، وتدفع 80 الاورو. هذه نفهموا بانها 80 الاورو ما غترجع لكش الا ما عطاوكش الفيزا. الا كنتي من داك الغير المحظوظين 1.3% ديال الناس اللي ما عطاهمش الفيزا، 80 الاورو مشات لك ليتوانيا. المهم وتقول لهم علاش ماشي ليتوانيا، علاش يعني اي واحد ماشي لشي بلاصه غيقول لهم علاش ماشي، وتقول لهم اسيدي فين غتجلس في ليتوانيا، يعني غيكون عندك شي صحابك تما ولا العائله تما، ولا ما عندكش عندك لوطيل تما، لوطيلات كاينين في الدنيا كلها. وتعطيهم حساب بنكي
ايوا سيدي، هو البيي ديال الطياره، تقول لهم ها ولاد البيي ديال ما عرف ديالاش، ولا لا غتمشي على رجلك. يلا قلنا هاد الدوله هادي عرفتوها شنو هي؟ هي ليتوانيا. عطيتكم شحال الدول دابا؟ عطيتكم 4 دول، هانا غنقول لكم دوله اخرى اللي معروفه حتى هي وغافلين عليها، هي الخامسه. يلا بقاو معايا، شنو كتظنوا شنو غادي تكون؟ يلا سيدي، هاد الدوله فيها الظلام بزاف ولا فيها النهار بزاف؟ على حساب الصيف والشتاء، اما النهار طويل الى اقصى شي ليل ونهار، اما الليل طويل الى اقصى شي نهار. هي عرفتوها دابا ولا مازال؟ هي دوله فيها الثلج بزاف وفيها البرد، هي دوله ايسلندا ولا ايسلند بالانجليزيه. ايسلندا هاد الدوله من الدول اللي ما كيطلبولهاش الناس الفيزا بزاف، ودوله سياحيه غريبه جدا، غير من التوقيت ديالها النهار طويل بزاف ولا الليل طويل بزاف، غير هذا يكفي باش نبغي نمشي نشوفها، غير هذا. حتى هي كتعطيك الدوله، هاد الدوله فيزا شنغن، وتقدر تدخل بها جميع الدول، الدول الشنغن 26، منها نبداو من تحت، من الجنوب، البرتغال، اسبانيا، الطاليان، فرنسا، المانيا، هولندا، بلجيكا، ومشي ومشي ومشي، هادو كلهم داخلين في الشنغن 26 دوله. ايسلندا يا سيدي نسبه الحصول فيها للفيزا قلنا عالية جدا، والثمن 80 الأورو باش تطلبها، وإلا كنت طالب عادة ودراري الصغار ما كيطلبوا لهم حتى حاجة، هي من أسهل الدول للحصول على الفيزا، وتصل إلى 99%. أسهل دولة للحصول على فيزا فيها في شنغن هي إيسلندا، والاخرين كنا 98%. هذه حتى هما عاليه بزاف، وهذه قالت لهم لما كتعرفوا والو، هذه 99% من الطلبات اللي كتجيها كيعطيوهم الفيزا، ولكن المشكل هو ما كيطلبوهاش بزاف الناس الايسلندا هذه الفيزا شنغن، ولكن الاحصائيات كتقول 99% ديال الطلبات شنغن لايسلندا كتعطى لهم الفيزا، و1% كيتم الرفض ديالو، ولا الا ما ضبطناهاش 99% نقولوا 98.8 باش يبقى 1.2% هي اللي ما كتعطى لهمش. نسبه ضئيله جدا جدا جدا، يعني فكر شويه في هاد الدول هادو، وسير قلب راسك، ولا كان اي حاجه ما فهمتوهاش ولا انا مستعد نقلب حتى انا معاكم، يعني كنحاول غير نساعد الناس وصافي قدر المستطاع هاد المعلومات، باش الا شي واحد حاصل ما قدرش يجيب فيزا ديال شي دوله من الدول اللي كتصعب بزاف، يعني نفس الشيء فيزا شنغن تجيبها من دول اخرى وتمشي فين ما بغيتي، ساره كيما بغيتي، لان هذا قانوني وما هرستي لا حتى حاجه، ما هرستي لا قانون ولا هرستي الفيزا شي حد، ولا هما قابلين موقعين على هذا القانون هذا، قال لك فيزا شنغن هما متفقين بيناتهم. حنا كنقبلوا بداك الشيء اللي تعطاني، يعني قانون تعطى لك وقال لك هو انا خديته، ما درت حتى حاجه عاديه، واللي ما عندوش الحظ ولا ما عرفت كيفاش ربما فيهاش الخير وما عطاوش الفيزا، يعني ما ياسفش بزاف، ونتمنى الخير لكل واحد.